أنا ليلى سردوك، عمري 83 سنة. أنا بنت بيروت. ليه حرقتوها؟ ليه؟ هادي باريس الشرق، هادي محل ما نحن لعبنا. حرقتونا قلبنا، يعني اشتغلنا أكلتوا مصرياتنا، مرضنا دشرتونا من المستشفيات، عليتوا الدولار، ما بقى فينا نشتري شي. بس تحرقوا بيروت ليش؟ ليش تحرقوا بيروت؟ شو عملت لكم؟ مرة شخص سألني، قال لي انت من اي ضيعة؟ قلت له انا من بيروت، انا ما عندي ضيعة. ربنا قال اليس فيكم رجل رشيد؟ بهالدولة ما فيه رجل رشيد. مبارح اجتمعوا بالقصر، شو كلمة هالقصر عندهم يا مهمة؟ بالقصر الجمهوري، اجتمعوا بقصر مستشفى الروم، اجتمعوا بقصر مستشفى اوتيل ديو، نزلوا على البور، البور اللي ابي وجدي كلهم كانوا يشتغلوا فيه.